السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ 29 من الشهر الخامس 2020 يوم الجمعة الأولى في صلاة الجمعة بعد الكفاح بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد أن أنهينا تلك الأيام العصيبة، بعد انقطاع عن صلوات الجمعة، بعد انقطاع 10 أسابيع بالضبط عن الصلوات في المساجد، نعود اليوم للصلاة. هذا إن دل على ثباتنا بإذن الله سبحانه وتعالى وعلى تواصلنا الجيد للكفاح في هذه الحياة. معنا إن شاء الله في هذا اليوم سوف تكون انطلاقة قوية، انطلاقة ما بعد كورونا، بعد التهيئات والتحضيرات التي قمنا بها. اليوم إن شاء الله سوف نتوقف الانطلاقة الجديدة بعد كورونا، الفرحة الكبرى. موضوعنا كما ذكرنا اليوم سوف يكون إن شاء الله عن الفرحة الكبرى، عن انطلاقة ما بعد كورونا. وقصتنا سوف تدور حول قصة العلاقات المفتاحية في هذه الحياة، وهو محور الموضوع. يروى يا سادة يا كرام أنه كان في قديم الزمان كان أب عنده ولدان، كان الأب يرعى كلا الولدين وكان لديهم أرضا كبيرة، وفي هذه الأرض هناك جدول ماء. هذه الأسرة سعيدة جدا، ولكن مرت الأيام وتوفى الأب، وبقي الابن الأكبر والابن الأصغر. بقي الابن الأكبر يرعى أخاه الأصغر وكأنه ابنه ويساعده وينميه، فكان كل شيء يقوم به الابن الأكبر يقدم لأخيه الأصغر. ولكن مع مرور الأيام بدأت الحال تسوء فيما بينهما، فقررا أن يقسم الأرض بينهما، منهم من أخذ خلف الجدول ومنهم من أمام الجدول. استمر الحال وبدأت الشحناء فيما بينهما وساء الحال أكثر. وفي يوم من الأيام جاء أحد العمال يطرق باب الأخ الأكبر يطلب ما هو العمل الذي كان يقوم به. في البداية قال له ليس لدي عمل، ولكن تردد ثم نادى له وقال له بل جئت في وقتك المناسب. قال له ما هو العمل يا سيدي؟ قال انظر إلى تلك الحجارة التي أمام المنزل، سوف تقوم بجمع تلك الحجارة وتبني جدارا بيني وبين أخي، تضع الجدار خلف الجدول حتى لا أراه على الإطلاق. سوف أقدم لك كل ما تحتاجه من أدوات البناء والأشياء حتى لا أرى الأخي الأصغر، لأنه أساء إلي الكثيرا، حتى أؤدبه ويعلم أنني أستطيع أن أفعل الكثير. حقيقة جمع البناء الحجارة، ولكن الأخ الأكبر حب أن يسافر، فقال لعامل البناء سوف يسافر أسبوعا ثم يعود. جمع البناء مع عماله الحجارة، ولكن بناها بشكل متقن وزينها بشكل جميل. والمفاجأة أنه عندما عاد الأخ الكبير من السفر لم يجد جدارا عاليا بينه وبين أخيه، بل وجد جسرا يربط فوق جدول الماء، فوق النهر الصغير الذي يفصل بينهما. تعجب من هذا الأمر وبدأ يبحث عن هذا البناء، ولكن فجأة ظهر الأخ الأصغر ورأى ذاك الجسر وكان يتابع البناء في بناء الجسر. فرح كثيرا الأخ الأصغر، ركض وعبر الجسر مسرعا إلى أخيه معتذرا من أخيه. قال له يا أخي والله أعتذر كثيرا منك، كل ما صدر مني من أفعال قبيحة وكل ما أسأت إليك أنت كنت الكريم وكنت الأفضل، فقد بنيت جسرا يربط بيننا، هذا دل على كرمك وحسن أخلاقك، أعتذر منك يا أخي إنك دائما الأفضل. هنا فرح الأخ الأكبر بما قام به البناء، وعندما جاء البناء بعد حين شكره كلا الأخوين على ما قام به، ولكن البناء أحب أن يجمع الأشياء ويذهب. قالوا له لا تذهب، إن لك لنا عمل
معنا في هذا الحقل ونحن نحتاجك كثيرا. ضحك البناء وقال: لدي أعمال كثيرة أستطيع من خلالها أن أصل بين الأحبة، وهذا ما نسمي جسر الأحبة. موضوعنا سوف يكون اليوم العلاقات المفتاحية التي تربط بينك وبين الآخرين، إن كان في المجال الاجتماعي أو في المجال المهني. لا تضع تلك العلاقات، نتعلم من هذه القصة. مهما كان الأمر، الآخرين ينزعجون من بعضهم في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يعودون كما كانوا أو أفضل مما كانوا. لذلك كن أفضل ما تكون، وأظهر للآخرين أجمل صورة تراها أو يحبها الآخرون، حتى نستطيع أن نكون تلك العلاقة المفتاحية أو تلك العلاقة المفصلية التي تربط بيننا وبين أفراد المجتمع حتى نعيش بخير وهنا. بعد الفرحة والانتقال إلى الحياة العادية بعد كورونا والتخلص من كورونا، موضوعنا الانطلاقة الجديدة، انطلاقة الفرح بعد كورونا. أول ما أريد أن أنبهك إليه بحمارك، عد إلى قصة الحمال الذي أصبح سلطانا. باع المعتقدات، تخلص من المعتقدات، تخلص من الأمور السلبية حتى تستطيع أن تنطلق. وأول انطلاقة، انطلاقتنا سوف تكون واحدة، فقط النظر إلى العلاقات المفصلية أو العلاقات المفتاحية، اعمل عليها. سوف نوزع العلاقات المفصلية إلى نوعين: علاقات اجتماعية وهي ما يتعلق بالأسرة والمجتمع والعائلة والأقرباء من حولك وأهل المنطقة، وعلاقات مهنية نوعين. العلاقات الاجتماعية هي أساس زرع السعادة والفرحة في القلب، لهذا اعمل عليها ولا تترك أحد من الأصدقاء أو الأقرباء هو بعيد عنك، قربهم إلى قلبك، اتصل بهم. فرحة العيد لا تضيعها، فرحة الخلاص من وباء كورونا، من هذا الفيروس، هي فرحة. وزولنا إلى هذه المساجد اليوم وتعبير عن هذه الفرحة، وهو إتماما إن شاء الله لنجاحنا والخلاص من هذا الفيروس. النقطة الثانية المهمة التي أريد الوقوف عندها هي العلاقات المفصلية المهنية. عليك من الآن أن تبدأ باتصالاتك وتواصلك، وتضع خطة عملية للعلاقات المفتاحية. أين سيكون الأعمال؟ ما هي الأعمال التي سوف تقوم بها؟ هنا سوف تركز على نوع الاتصالات. اتصل أنت وبادر، لا تنتظر الآخرين، وقدم لهم التهاني بالخلاص من كورونا، وقدم تلك العلاقات في المجال المهني، حتى نستطيع أن نربط بين العلاقات الاجتماعية والعلاقات المهنية. بهذا الشكل نستطيع أن نبني وننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى بشكل أفضل. فالعلاقات المفصلية المهنية في غاية الأهمية، هي التي سوف تجعلك أقوى بعد هذه المحنة، وسوف تجعلها منحة بإذن الله سبحانه وتعالى، منحة من الله سبحانه وتعالى أن تحول هذه الظروف الصعبة إلى ظروف جميلة تستطيع من خلالها أن تعمل بشكل أفضل. النجاح المهني هو أساس نجاحنا في هذه الحياة، والعلاقات المفصلية المهنية هي الأساس في هذا الأمور. بعض الأحيان قد يكون بعض الأمور علاقات سرية، معلش، قد يكون هناك بعض العلاقات المهنية، قد تكون هناك بعض العلاقات عن طريق طرف آخر. حاول أنت أن توجد ما هي العلاقات المفصلية التي تسهم في نجاحك المهني، عليك أن تعمل عليها. أخيرا أشكركم على متابعتكم، وأنبه وأقول: نحن اليوم بعد كورونا الانطلاقة، هذه انطلاقة النجاح، انطلاقة الحياة. رتب انطلاقتك كما قلنا سابقا، وابدأ من العلاقات المهنية حتى نستطيع أن ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حياة نجمع فيها بين العلاقات الاجتماعية، حتى نكون السعادة والفرح والهناء بالقلب، والسعادة والعلاقات المهنية حتى نستطيع أن ننجح مهنيا، حتى نرتقي
ونسمو معا بإذن الله سبحانه وتعالى. نشكركم على المتابعة، نرجو أن تتابعونا بالقناة، ننتظر أسئلتكم ونحن دائما نجيب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، وسوف تكون موضوعاتنا تتماشى ما تقترحونه بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتظر اشتراككم، ننتظر تعليقاتكم، ننتظر أن تشاركونا هذه الفيديوهات حتى نتعلم منها ونستطيع أن نطور أنفسنا معا. جزاكم الله عنا كل خير. قلبي ينادي يا رب، صاح يا نادي يا رب، قلبي ينادي يا رب، صاح يا نادي يا رب، ربي 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 يا ربي يا رب. أنت عوني، أنت حصني، أنت غربي.